ومن مسائل الصوم أن الحائض متى ما طهرت قبل أذان الفجر ولو بشيء يسير فإنه يلزمها أن تنوي الصيام وأن تبادر بالأكل وتؤخر الاغتسال بعد أذان الفجر ولا يؤثر، لتعلموا أنه لا يشترط في صحة الصيام أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، لا يؤثر. ولذلك لو أن الإنسان جامع زوجته بالليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر لا إشكال في ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين كان يصبح من جماع من غير احتلام فيصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يغتسل إلا بعد أن يؤذن للفجر.